ننزل. ها دمرت الروبوتات. الجميع بخير؟ الوضع أفضل بعد تدمير روبوتات سناب ماو. أنت مقاتلة بارعة. لقد رأينا زملاءنا عالقين على الجروف، يحتاجون المساعدة إن أمكن. حسناً، سأتفقده. هل رأيت كينتوك؟ قد طلبت ناتيكا البحث عنه. رأيته قبل الانهيار الطيني. حسناً، على الجانب الآخر من القرية ستجد ناتيكا والناجين. سأفعل، أشكرك. أيتها الغريبة، أنا هنا. نحن مصابون بالأعداء، نحتاج أن ننزل. مريم، سأبحث عن مخرج. علي اكتشاف طريقة لإنزال أفراد تيناك من على الجرف. ستساعدني هذه الرافعة. لو وضعتها في المكان الصحيح فسأصل إليها. الرافعة في مكانها، والآن كيف أخفضها للوصول إلى الجرف؟ علي تفقد ذراع الرافعة لأجد خريطة لتحريكها. يفضل أن أجرب زاوية مختلفة. لن أسحب العارضة من هنا لأرتفع قليلاً. نجحت! سوقاً، الذراع علقة. سأتسلق لأتفقد الأمر. سيسقط هذا.
هذا الشيء. احترسوا. أنا لا أصدق. كيف استطعت فعلها؟ لا أعرف كيف فعلتها. حسناً، هؤلاء الناجون الذين وجدتهم لم أراك ينطق بينهم. علي العودة إلى ناتيكا لأخبرها. استرح الآن إيلوي. بفضلك أصبح الجنود. أنا تعرف كنت أخ، لكنه رف كل كنت عدتي. سوف أجد. أردت تقديم ولائك هم المارشالات؟ لا لقد لكن كيف قلت كينتو قائد الفرقة؟ دربا إنه قبل به للأجل بدلا من نتيجة الانهيار الطيني. كان قويا إذن. عانينا الكثير في أمطار، لكن كانت هنا الرمح دنا المياه. متدرب الرسامة في الرمح الحارق ذكر أنك استبدلت هذه حياة بين نجم الصخور. كيف قلت كينتو قائد الفرقة؟ دربني إنه لابه للأجل بدلا سأنظر ناتيكا. أنا هنا. أين كينتاك؟ سنبحث عنه. أنقذني الف ابنتي ونس. ماذا نفعل؟ هيا هيا بنا. من المسلمين هنا يسد المدخل. أنا دخل كينتاك أثناء الفيضان. علي إزاحتها إن أردت الدخول. وقت الدخول. حسناً، لنرى إلى أين تقودني. على رسلك. أنت كينتاك. كيف لغريبة أن تعرف اسمي؟ ناتيكا أرسلتني لأجدك. أخبرنا الجندي أن الانهيار الطيني جرفك. لقد نجا إذن. رائع. لابد أن الشلال يأتي من مكان ما. علي الذهاب لأعلى لأعرف من أين يأتي. الفجوة. طريق مسدود. لأجد طريقا آخر. لا يمكنني سحبه.
حسناً، المياه التي رأيتها بالأسفل مصدرها مكان ما هنا، علي الوصول إليها. المياه تأتي من هنا. سأستخدم البلورة النارية لتفقد له الجدار، وعندها سيغمر المكان. وجدت مخرجا. كدنا نصل. أنت ابقى معي. ستخبرها بنفسك. قالت إنك مقاتل. استمر بالقتال. أرادني أن أخبرك، يستجيب النصل لليد التي تحمله. لما نحصل على مياه قليلة. ماؤنا من الرمال الدامية، حصصنا حددت. ماذا يجري؟ نعرف طريق الصحراء. ما الذي يمنعنا من أخذ ما نريد؟ أهناك أي شكوى أخرى؟ عشيرة الصحراء، نتأقلم على ظروفنا. لا، تعاملكم قائدتكم برفق. هذا ليس أسلوبنا، على الأخص في وجودها. هيا بنا. بالطبع، أتوق لذلك. إنها معي. دراكا ليس الوحيد الذي يلوم قائدتكم. الصحراء جعلت أبناء عشيرتنا أقوى. لا نخشى الموت ونريد القتال، ربما بحماس شديد. لقد سرني أنك وضعت حدا جديدا. يرفض أتباعها الاعتراف بهزيمتها. لا تخلو أراضي العشيرة من المشكلات أبدا. ألن تقول من سنواجه الآن؟ ستعرفين ذلك قريبا. والآن المطالبة بالماء ليست انشقاقا يا يارا. جيتاكا قال تحتاجينني. إيلوي بارعة كثيرة، قد تحل المشكلة. ليس لدي. ماذا جفت. مصدر الماء هذا. قال جيتاكا إنه مرتبط بالقدامة. حسب علمنا يجدد الماء نفسه تلقائيا منذ لقد ضحى شعب دراكا كثيرا ليحصل على الماء. يظنونك تحفظينه لك. يريد أن يبدو في غاية النبل، فهو لا يهتم سوى بمواطنيه العطشة، لكن ما يهمه أن يتولى القيادة. ولو صار قائدا
لواجه حتماً المشكلة التي لدي. ليس هناك ماء يكفي للجميع. أخبريني كيف تتصرفين في أمر انعدام الماء وتتركين الناس المهم هو الحفاظ على كياني العشيرة. لن أعدك، لكن لو القدامى من بنوا منطقة الرمال سأحل المشكلة. ولدت في قبيلة نورا، تقع في أقصى الشرق. لما لا نجعل الأمر أكثر إثارة إذن؟ صدقي أو لا، لأساعد الناس حتى لمن لا يريدون. لقد اخترت طريقا صعبا. تؤدي إلى خارج المستقبل. ماذا ترين؟ ماذا تفعلين؟ حاولنا النزول لكن المكان ضيق ولن نبلغ آخره. أين ستذهبين؟ تقدمي. روبوتات. أزهار تنمو والأرض مبتلة. تسرب الماء من العرق، لا يكفي حتى تفقد المياه، لكن يكفي لإنبات النباتات. طريقنا صحيح. ترين هذا من قطعة أرض رملية؟ نعم. ذلك الثلج، إنه الأنابيب الممتدة من الرمال الدامية. إننا نتتبع أثره بالفعل. كما كنت أقول، الصحراء قاتلة لكنها مدهشة. الأنابيب عبر الجبال، يجب أن نتسلق. لن ندع أي شيء يعيقنا. روبوتات كثيرة وجندي مرسي. أحد جنودك سوف أخبرك. لكن روبوتات أولا، اتبعني. إنه أحد رجال دراك. سأقطع رأس ذلك المنشق وسأطعمه للنسور لو له علاقة
لا نعرف ما حدث هنا، وعلينا تتبع الأنابيب لتتقدم. ماء، لا أرغب في تذوقه، لكن لا جداول في المنطقة. هذا يعني هذا الجندي استخدم المرتكزات ليصعد الجرف. كان عائدا إلى مستوطنة السهم حين قتلته الروبوتات. ربما اكتشف ما يستحق الإبلاغ عنه. سنعرف هذا قريبا. ما هذا بالضبط؟ المشكلة سأحتاج مفلاتي. ذلك السلاح، يبدو أن رجل دراكا حاول فتح الأنبوب لكن لم يفهم ما فعله. لم يعد الماء يتوجه إلى مساره. تخيل أو تجاهل. هذا لن يغير أي شيء. إن تتبعت الأنبوب سأجد ما يساعدنا. ماذا تريدين أن أفعل؟ ابقي وأخبريني إذا طرأ أي شيء. سأتفقد المكان. سمام قد يساعدنا. نفس الآلة التي وجدناها في الخارج، لكنها لا تسرب الماء. ربما يساعدني على تسريب الماء. ذلك أوقف تدفق الماء. سأجد طريقة لأوصله إلى الرمح الحارق. مسار المياه يتبدل. لأفتح السمامة بالأعلى لأجعل المياه تدور. فارقاً. إيلون، أسمع صوت الماء في الغرفة. أهناك تسرب؟ لا أرى تسرباً. هذا يعني أن خطتي نجحت. سيعيد الماء للرمح الحارق؟ سنعرف بعد التحقق من منطقة الرمال. أدرك أدراك نتيجة ترك العاصمة بدون ماء، لكن لم يهتم. أراد أن يتسبب في كارثة ليتحدى أمري. لسنا متأكدين. لنلتقي في منطقة الرمال لنتأكد من تدفق الماء. حسناً، لا تندفعي بشأن دراكا. الاندفاع سمة المغرورين، يتحين القادة في الوقت. الأمور قد تسوء بين دراكا ويارا. سأمنع حدوثه. الهواء يدفعني.
رأيت جنوداً يحرسون الرمال الدامية ولم أرى يارا. ماذا يجري؟ لأرى منطقة الرمال. أخشى أنه عليك المجيء إلى مقر القائدة. كل شيء جيد؟ تم القبض على المنشق دراكا لدخوله منطقة الرمال. كيف تدخل فيها؟ اقتحم الرمال الدامية، رأى أنها خالية إلا من رشح بدأ حين أصلحت الشبكة في الصحراء. أغضبه هذا للغاية. بالطبع أغضبه، سألتقي به. لا أدرك هذا أيضاً. أنت شخص وقح. لا يبدو جيداً. كيف سمحت بهذا؟ كيف سمحت بحدوث هذا؟ أنت من خربت منطقة الرمال. لحسن الحظ استطعنا إصلاحها، وإلا كنا سنقطع رأسك. هذا إصلاح؟ إنه رشح، ولست السبب. قلت لك أكتا أتاني، وجد في الصحراء ما سيدر الماء. لم أعلم أن بمنطقة الرمال علاقة. إلوي، لقد أتيت من أجل الماء، ولكن عندما اكتشفت أنه ليس هناك ماء قبضوا علي. كما قلت لك بالضبط، سيعود الماء لكن ببطء. أخفيت ما حدث في منطقة الرمال، فلما نصدقك؟ دراكا. لا، يكفي ما حدث، انتهى الحديث، اعتبريه تحديا. إذا نجمع فرقك ولنلتقي عند بوابة المنهزم. سأستعد للتحدي، اتركوني. ستكون هذه نهاية العشيرة. علي إيقافه، يجب أن نوقفه. انتظر قليلا، ساعدني لأفهم. ماذا تعني بنهاية العشيرة؟ سيأخذان أخلص فرقهما إلى بوابة المنهزم، ثم سيمزقان بعضهما في تحد طقسي. لن يتوقف الأمر، فالفائز سيقضي على أتباع الخاسر في كل أنحاء الصحراء. سيستمر القتال شهوراً، سيتسبب هذان البائسان في هلاكنا. ألن تمنعهما؟ أنا كاهن، أقدم نصيحة، ولا أجبر أحداً، حتى الزعيم هيكارو لا يتدخل. هذا يتعلق بالعشيرة وحدها. ما هذه البوابة؟ مدخل لمرجل مهجور، رمز لما نتطلع إليه، هزيمة الروبوتات المختلفة. صحيح، أهم. لهذا المكان رمزية في عشيرتنا، وستصبح رمزية أعظم لأنه سيشهد مذبحها. لما تعتقد أنني سأوقفهما؟ لست حتى من القبيلة. كلاهما مدين لك، ساعدتهما حين عجز الجميع، وعرفت نيتيهما مثلي تماماً. مضللان على نحو مختلف، لكنهما جديران باحترام من يحميانهم. ربما تستطيعين إقناعهما بالتصرف بحكمة. حسناً، إنهما لا يستمعان لأحد. لا تفتقرين إلى القدرة على الإقناع، تطيرين على أجنحة العشرة. سأذهب إلى بوابة المنهزم في الجنوب الغربي لأمنعهما، لكن من دونك سيسقط كثير من القتلى بسرعة للأسف.
حرارة الهواء خانقة. إنك تغضبون كثر. دراكا ويارا هنا بالفعل. أنت قائدتها. لقد أتيت. الصهباء التي تطير على أجنحة العشرة. إيلوي، أتيت لتشهد التحدي؟ أهناك داعٍ لخوض تحدي؟ أوه أجل، هناك داعٍ. إذا أصريتما على مشاركة الفرق في القتال، فكم سيسقط قتلى؟ وكم سيموت في قرانا بمجرد أن يبدأ؟ لا بد من طريقة أخرى. أصغي جيدا إلى ما ستقوله. يارا، هل يجب أن تفعلي هذا؟ لقد خرب منطقة الرمال. لا تقولي إنك مقتنعة بأنه لا يعرف. وإجباري على مواجهته كان جزءا من خطته. ألا ترين؟ هذا ما أراد أن يحدث. لا يهم كم شخصاً سيموت طالما سيحصل على قيادة العشيرة. لا، سأمنع هذا الآن. دراكا، أنت قد خسرت رجالاً لتصيد القلوب وتقيدها بالماء. أتريد فقد المزيد؟ هذا الثمن ما يجعلني أفعل ذلك. لذا أرسلت رجالي ليجدوا مصادر أخرى. أقسم لك، لا علاقة لي بما حدث في منطقة الرمال. أوكتا أتى وقال وجد تسرباً يمكن أن يؤدي إلى بئر. لم أقل خرب شبكة منطقة الرمال. إذن فلتنسحب لنستطيع التحدث. لا، لا أحاديث ولا أكاذيب. لا أثق بيارا وبالأدلة. هكذا تخططان لإنقاذ كفاعا إنها محقة. ضعا رمحيكما جانبا، عودا إلى أوطانكما. هل ستظل القائدة؟ إنسيا. رأيتما؟ لا يهمه سوى تولي القيادة. إنه ثأر ويجب أن ينتهي هنا. اتفقنا أخيرا. اختاري جانبا يا إيلوي، لأننا سنحسم الأمر. لنعثر على طريقة لتقليل إراقة الدم. التيناكس لا يسهلون الأمور، صحيح؟ للأسف لا. العبرة ليست بتأمر دراكا عليك يا يارا، بل بشعبك. كذبت عليهم بشأن منطقة الرمال. قلت لهم لا تهتمين إلا بنجاتهم. كذبة أيضاً؟ لو صادقة، انسحبي ودعي القيادة لدراكا. لا، لم تكن كذبة. لذلك لن أسلم أبداً شخصاً مثله القيادة. إذن قاتلينا، نحن فحسب. تريدين إنقاذ رجالك؟ أبعدي فرقك عن ذلك. رأيت كيف تقاتلين. هؤلاء الجنود معي. سنقاتل إلى جانب إيلوي ودراكا متعادلان. لن أستهين بمقاتلة أي منكم. قواعد جديدة، سنخوض هذا التحدي، والفائز القائد. إنه يعرف أنه لا. you
في مرمى بشر. انتهى الأمر. حسناً، ستجعلني أنتظر؟ كان عليك ألا تفعل. هيكارو لم يفعل وريكالا خانت. حسنا، إذن ما الخطة؟ لا يزال الماء لا يكفي الجميع في منطقة الرمال. سوف أجتمع بقادة القرى، سنحلها. تبدو الآن قائدا حقيقيا. ثقتك تلهمني. مهلا، خذي هذا. أشكرك على ما فعلته اليوم. لا تورطي نفسك، لن أنسى ما فعلته. ماذا يجري هنا؟ تدريب القتال المباشر. القتال من بعيد استراتيجية مع الروبوتات، لكن قتال جندي عدو يكون بمواجهته. أنا تينالو، أدير حلبة بمستنقع الأشواك، ولا بد أنك الشخص الذي طار على أجنحة العشرة ودمر روبوتات جيش ريغالا قبل أن تهزميها. مع ذلك يحتاج المرء للتدريب، فلتتدربي هنا، لكن استخدمي رمحك وقوس تدريب بالحلبة. أي شيء آخر سأخذه. وإن كنت ترغبين في اختبار مهاراتك، سأقدم تحديات أكمليها كلها، بعدها ستواجهينني. وماذا إن فزت عليك؟ سأعطيك شارة تثبت أنك أنجزت التدريب. بفوزك بالشارات منا ومن السادة في الرمح الحارق والحصن، سوف تواجهين الصامدة. من؟ الصامدة، مقاتلة أسطورية بين العشائر ومدربة الأبطال، سيدة السادة، المتفوقون في الحلبات وبينهم. إن أردت. Oh!
الضربات الخفيفة، إنها سريعة ومرنة، لكن يسهل صدها من العدو. يجب أن تتعلمي دمجها مع ضربات أخرى. الضربات الثقيلة أكثر وتعيق صد الأسلحة، لكنها بطيئة، لذا سيهجم الخصم بشكل مضاد عليك. تحطم ضربات القوة صد سلاح الخصم أو درعه، وتلحق ضرراً كبيراً. بطيئة، اضبطي وقتها وإلا ستتعرضين للضرب. حسناً، على هذه الطاقة فعل شيء. اضربي خصمك واكتشفي إمكانية شحنه. لدينا فائزة. رمحك. أظن أن استخدام هذا التتابع طريقة لشحنه، سيعطيك اندفاع طاقة. Thank you.
لهذا نتدرب لنتحسن. هكذا ستخسرين. ادمجي الضربات للفوز. إن هذا تتابع جيد. عليك التدرب. الهجمة الهوائية، اقفزي واضربي أعدائك بالأسفل. طريقة للقيام بضربات متتالية. القفزات تبعدك هذه عن الأعداء وتجعلك جاهزة للضربات الهوائية.
عدوك دفاعي فسيخترق هذا التتابع صد سلاحه، ثم ستلحقين الضرر به. والآن هجمة نصف البدر ستساعدك هذه في الانقداد على العدو. ضربة مفيدة بمفردها، لكن يفضل استخدامها لبدء التتابعات أو لإنهائها. Thank you.